الرئيس السيسي يوقع على أول بطارية للسيارات مصنعة بالكامل من مكونات وأياد مصرية. في ختام قمة كامب ديفيد، أوباما يؤكد التزام واشنطن بأمن دول مجلس التعاون الخليجي. الفلسطينيون يحيون اليوم ذكرى النكبة، وعباس يدعو إسرائيل لبدء مفاوضات على أسس واضحة. الثانية عشرة ظهرا في القاهرة، العاشرة بتوقيت جرانتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل. نبدأ مع سحر صبري، تفضلي. شكرا إيمان، أهلا بكم. وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي على أول بطارية للسيارات مصنعة بالكامل بمكونات وأيدي مصرية خالصة، لتعد بذلك باكورة إنتاج مصانع البطاريات المصرية التي تتمتع بمواصفات قياسية عالمية. وسيوفر هذا المصنع احتياجات القوات المسلحة، كما سيساهم بفائض الإنتاج في تلبية احتياجات القطاع المدني. جاء ذلك في إطار افتتاح الرئيس السيسي لأعمال تطوير عدد من مصانع القوات المسلحة لإنتاج المركبات والعربات المدرعة وقطع الغيار اللازمة لتصنيع وصيانة المركبات بمختلف أنواعها ووفقا لأحدث النظم العالمية. وأكد الرئيس أهمية متابعة تنفيذ المشروعات، منوها بقيمة العمل وتعزيز التكاتف الوطني، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتطلب بذل جهود مضاعفة لتحقيق التنمية الشاملة التي ينشدها المصريون. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بدور منظمة اليونسكو وبجهودها لمكافحة الفقر ونشر التعليم، منوها إلى الأهمية المضاعفة والتي يكتسبها عمل المنظمة في المرحلة الراهنة بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط التي تواجه العديد من التحديات. جاء ذلك خلال استقبال السيسي لمدير عام المنظمة إيرينا بوكوفا، التي أعربت عن تقديرها لجهود القيادة المصرية في مختلف المجالات على الصعيدين الداخلية والدولية، كما أشادت بدور الأزهر الشريف الذي يعد منارة الإسلام الوسطي المعتدل. مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق منظمة اليونسكو كانت مدخلا لطرح الكثير من الملفات خلال اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة إيرينا بوكوفا المديرة العامة للمنظمة، حيث نوه الرئيس السيسي إلى الأهمية المضاعفة التي يكتسبها عمل المنظمة في المرحلة الراهنة، لا سيما بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط التي تواجه العديد من التحديات. وقد توافقت الرؤى خلال اللقاء على أهمية الأبعاد الثقافية والفكرية ودورها الأساسية في جهود مكافحة الإرهاب، بحيث تتم بشكل شامل لا يقتصر فحسب على الجوانب العسكرية والأمنية. كلانا أدان تدمير التراث الإنساني في العراق وسوريا على يد تنظيم داعش الإرهابي. لابد من وقف عملية تهريب وبيع الأثار التي يستخدم أموالها الإرهابيون في تمويل عملياتهم الإرهابية. هذا وقد أشاد الرئيس السيسي بالدور الذي تطلع به المنظمة وبجهودها المبذولة لمكافحة الفقر ونشر التعليم الجيد، منوها إلى أهمية توعية الشباب لحمايتهم من أي أفكار متطرفة أو عنيفة، لا سيما في ظل الاستغلال السيء لبعض وسائل التواصل الإلكتروني الحديثة. قامت الرئيس اتكلم عن دور اليونسكو في محافظة على الآثار وعلى التراث في مصر، والآثار والتراث الإنساني في العالم بصفة عامة. والحقيقة وإن احنا في مصر الجهود الكبيرة اللي بتبذلها في مصر، ويعني قدر وثمن غاليا ما تقوم به اليونسكو من تعاون في هذا الصدد، وأننا مستعدون دائما وأبدا للتعاون مع اليونسكو في هذا المجال، وأننا في مصر بإذن الله لن نسمح بأن تطال أي أيدي أيا من آثارنا أو تراثنا بأي أضرار أيا ما كانت هذه الأضرار. وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الرئيس السيسي على أهمية إنشاء مركز إقليمي لأفريقيا يتبع منظمة اليونسكو من أجل تدريب الكوادر الإفريقية على مختلف الأعمال المتحفية والحفاظ على الممتلكات الثقافية وتخزينها وترميمها بالشكل العلمي الجيد. كما أعرب سيادته عن تطلعه لإنشاء مركز دولي للبحوث والدراسات الأثرية والمتحفية بالمتحف القومي للحضارة المصرية تحت رعاية اليونسكو.
ناقشنا التعاون الممتد بين مصر واليونسكو. قلت للرئيس السيسي بأن مصر وتراثها كتاب مفتوح للتاريخ الإنساني، ومن ثم يجب الحفاظ عليه والتأكيد على أهميته للشعب المصري. تحدثنا أيضا عن مواجهة التطرف بين الشباب وعن ثقل مهاراتهم في كافة المجالات، العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وفي ختام اللقاء وجهت السيدة بوكوفا الدعوة للسيدة رئيسة للمشاركة في المؤتمر العام للمنظمة والمقرر عقده في نوفمبر المقبل، والذي سيشهد احتفال بمرور 70 عاما على إنشاء المنظمة. وطلبت مدير عام اليونسكو تفضل السيدة الرئيسة بإلقاء كلمة هامة أمام الدول الأعضاء بهذه المناسبة. إذن هو تعاون ممتد بين مصر ومنظمة اليونسكو في مختلف المجالات تضاعفه تحديات المرحلة، وعلى رأسها الممارسات المتطرفة التي تستهدف النيل من مقدرات الأمة وتراثها الثقافية. وهو ما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواجهته عبر توجيه طاقات الشباب نحو الإبداع والابتكار والارتقاء بالتعليم الفني والتعليم العالي بالتعاون مع منظمة اليونسكو. من مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية، آيات عبد اللطيف، النيل. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التهنئة لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون على فوز حزب المحافظين الذي يترأسه بالانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخرا في بريطانيا. وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس أعرب خلال اتصال هاتفي مع كاميرون عن تطلع مصر للعمل مع الجانب البريطاني في إطار من التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات، لا سيما مجال مكافحة الإرهاب. من جانبه أكد كاميرون حرصه على دعم العلاقات مع مصر في مختلف المجالات، خاصة على صعيد الاستثمارات البريطانية المباشرة، منوها إلى أنه سيهتم بتشجيع وتنمية هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة. قدم رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب تقريرا للرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيارته لفرنسا والتي استمرت 3 أيام. تضمن التقرير نتائج الزيارة وتأكيد رئيس الوزراء ورئيس الفرنسي فرانسوا أولوند خلال لقائهما على الحرص المشترك لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا في جميع المجالات، وكذلك أهمية التشاور المستمر بينهما خاصة فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية. كما تضمن التقرير تقارب وجهات الفرنسية فيما يتعلق بالأزمات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. وفي حوار أدلى به محلب لصحيفة لوفيجارو الفرنسية على هامش زيارته لباريس، أكد أن أمن الخليج العربي هو من أمن مصر، ومن غير المقبول وجود قدرات باليستية تهدد جنوب المملكة العربية السعودية. أضاف محلب أهمية استقرار الوضع في اليمن بوصفها بوابة قناة السويس من جهة باب المندب، كما شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية من خلال الجهود السياسية والدبلوماسية. أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء على أهمية وضرورة وصول الإصلاح الإداري إلى المواطن في الشارع. كما أكد محلب خلال اجتماع مجلس الوزراء أهمية تطبيق الحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى تكليفات رئيس الجمهورية بالتواصل مع المواطنين وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لهم. وبحث المجلس تقارير توفير احتياجات المواطنين الأساسية وتوافر السلع الأساسية استعدادا لشهر رمضان المبارك، كذلك الاستعدادات لامتحانات نهاية العام الدراسي. 7 شركات أدوية مصرية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير 1,000,000 جرعة سنويا لعلاج مرضى فيروس سي بأسعار خاصة. وتعهدت الشركات بإنتاج 1,000,000 عبوة لعقار السوفالدي بسعر لا يتعدى 1,000 جنيه للعبوة الواحدة في حال توفر المادة الخام. بصراحة أنا محتاج من هذه الشركات، وده ملوش علاقة بتعاقد الحكومة معاكم، أنا عايز أخذ من هذه الشركات إن أمكن 1,000,000 علاج سنويا، يعني 1,000,000 جرعة تعالج 1,000,000 شخص سنويا بتكلفة مالية غير اللي أنتم بتقدموه للناس. تلك المبادرة الإنسانية التي تنم عن مدى إحساس رئيس الدولة بالشارع المصري وهمومه لاقت استجابة مكوكية من قبل شركات الأدوية الوطنية لتكشف عن معدن وأصالة المواطن المصري. تاج هيزيد مع وجود نفس نظم المراقبة والتدقيق والمحاسبة، وفي نفس الوقت أن يكون مساهمة من صناع الدواء المصريين الشرفاء في الحملة القومية.
الحملة القومية اللي هي بدأت ودعمها سيادة الرئيس بدعم رئاسي أو بتأكيد من سيادته أنه هو يقف وراء أمل خلاص المصري من التهاب الكبد الوبائي. المسؤولون المعنيون أكدوا أن زيادة الإنتاج إلى 1,000,000 عبوة سنويا لن يؤثر على مواصفات الإنتاج سواء في الجودة أو مأمونية وسلامة العقار. تجربة احنا ان شاء الله بنحاول نجهز الكفاءات والقواعد اللي عندنا والناس المختصين اللي يقدروا يسهلوا الاجراءات ونسرع، ونحن الحمد لله مستعدين تماما لاي طلبات للشركات للافراج عن المواد الخام او اعطاء موافقات استيرادية او للتفتيش على المصانع. يعني مسؤول شركات الادوية الملبية لدعوة الرئيس اكدوا ان سعر العبوة لن يتعدى 1,000 جنيه، بل انهم على استعداد لطرحها بالاسواق بالمجان حالة توافر المادة الخام. احنا لما طلبنا وقلنا له شيل، هو الراجل ما قالش لا، وشال في اصعب الظروف الحالكة بتاعت البلد. فبالتالي لما يجي يطلب منا طلب زي كده وده ما يسويش شيء من اللي هو شاله، يبقى ابسط حاجة نقولها ان احنا نقول له نعم. فاحنا قلنا نعم، وبعد نعم بقى نقعد بقى ندرس ايه الامور وايه السيناريوهات المختلفة وهي الطرق المختلفة. في كذا حاجة مطروحة، يعني انه طبعا لان احنا عندنا مشكلة عملة صعبة، فقد يكون احد السيناريوهات المطروحة لو كرمت الرئاسة واستوردت لنا الخامة احنا نصنع كل الكميات المطلوبة مجانا. عندنا الكاباستي، عندنا السعة والطاقة الانتاجية ان ممكن ننتج من النهاردة لحد نهاية السنة حوالي 1,000,000 علبة. في شركات كتير قوي في مصر، في 7-8 شركات عندهم طاقة انتاجية ممكن ينتجوا المستحضر. احنا بس المشكلة الوحيدة عندنا اللي هو الاعتمادات البنكية بالنسبة للبنوك، ودي لازم الإدارة السياسية تساند عشان تخلي الشركات الدواء تقدر تفتح اللسهات عشان تجيب مواد خام بسرعة عشان نقدر ننتج الكمية المطلوبة. تظل الحقيقة التي لا تخطئها العين أن الإدارة في مصر تسعى بكل إخلاص إلى الخلاص من فيروس سي، وليس أكثر من الاستجابة السريعة للشركات الدواء لدعوة الرئيس بتوفير الملايين من عبوات الدواء سنويا ليقترب تحقيق الأمل الذي يراود الجميع بأن مصر خالية من فيروس سي. محمد حلمي، النيل. سيطر رجال الحماية المدنية على حريق شب بمدرسة قاسم أمين الكائنة بجوار قصر الأمير طوسون برود الفرج، وانتقلت 4 سيارات إطفاء وتمكنوا من محاصرة النيران وإخمادها قبل امتدادها للمباني المجاورة. وأكد مصدر أمني أن النيران شبت بمخلفات ومقاعد قديمة داخل المدرسة. احنا دلوقتي في موقع حريق شاب في احدى المخازن التابعة للإدارة التعليمية، هي عبارة عن غرف داخل قصر طوسون. المخازن عشوائية كان فيها بعض الدكك الخشبية وأوراق امتحانات قديمة. شاب فيها حريق لغاية دلوقتي غير معلوم مصدره ايه، بالرغم ان المكان ده ما فيهوش لمصدر كهرباء عشان نقول ماس كهربائي ولا حاجة، لكن لسه ما وقفناش على حقيقة الأمر. اختتمت القمة الخليجية الأمريكية أعمالها في منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية. وخلال قراءته للبيان الختامي شدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما على عزم الولايات المتحدة لتعزيز تعاونها ودعمها العسكري لدول الخليج الست لمواجهة أي خطر تتعرض له. دعم الخليج عسكريا عنوان قمة كامب ديفيد التي عقدت بين قادة دول الخليج العربي والرئيس الأمريكي باراك أوباما في المنتجع الشهير بالولايات المتحدة. ساعات مطولة من المحادثات المغلقة أفضت إلى بيان ختامي للقمة لخص أهم ما توافق عليه المجتمعون. البيان الذي تلاه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في ختام القمة ركز على عدة نقاط، أهمها طمأنة القادة الخليجيين فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، والتزام واشنطن تقديم الدعم المطلوب لتعزيز قدرات دول مجلس التعاون الخليجي لمواجهة التحديات. واشنطن تتعهد بتعزيز قدرات دول الخليج العربية الدفاعية لمواجهة أي تهديد خارجي لسلامة أراضي أي منها، وسنقدم المساعدة الفنية لدول مجلس التعاون الخليجي لبناء قدرات دفاعية صاروخية في أرجاء المنطقة تشمل نظاما للإنذار المبكر. أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الذي تحدث نيابة عن قادة الخليج المشاركين في القمة وصف المناقشات بالمثمرة والجيدة،
مؤكدا أن أمورا مهمة تم الاتفاق عليها مع الجانب الأمريكي، منها ضرورة التحول سريعا من العمليات العسكرية إلى عملية سياسية في اليمن، بالإضافة إلى الترحيب الخليجي بأي اتفاق نووي يبرم مع إيران على أن يأخذ في الاعتبار أمن منطقة الخليج العربية وعدم تدخل إيران في شؤون المنطقة والدول العربية. بالنسبة للاتفاق اللي بين الخمس دول، خمسة زائد واحد بالنسبة لإيران، طبعا كل دول مجلس التعاون ترحب بهذا الاتفاق، ونتمنى أن هذا الاتفاق راح يكون عامل أساسي للاستقرار في المنطقة. تحدثنا أيضا عن عدم تدخل الدول الغير عربية في الشؤون الدول في شؤون المنطقة والدول العربية. المباحثات بين قادة دول الخليج وواشنطن لم تقتصر على مجرد التعاون الأمني والدفاعي، بل تطرقت إلى مستوى الشراكة في تحالفات. نائب مستشارة الأمن القومي الأمريكي بن رودس الذي شارك في صياغة البيان الختامي للقمة أعرب عن انفتاح واشنطن على منح دول الخليج وضع حليف رئيسي خارج الناتو. البيت الأبيض منفتح على فكرة منح الشركاء من دول المجلس التعاون الخليجي وضع حليف رئيسي من خارج حلف شمال الأطلسي، كما سيساعد في بناء قدرات دفاعية مثل الأمن الإلكتروني والبحري وأمن الحدود لدول الخليج العربي. قمة كامب ديفيد الخليجية الأمريكية خرجت بتوافق أيضا حيال مواضيع أخرى لا تقل أهمية عن مسألة أمن دول الخليج العربي، منها اعتبار حل الدولتين أمرا حيويا للسلام في الشرق الأوسط، وضرورة إنهاء الأزمة السورية بخروج بشار الأسد من المشهد، والتنسيق بشكل مختلف لمواجهة خطر داعش والجماعات الإرهابية الأخرى. ومن المقرر أن تعقد القمة بشكل دوري لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليها، على أن تعقد العام المقبل مستضيفة الرئيس الأمريكي في دولة خليجية. دعا منسق العمليات الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن إلى تخفيف نظام التفتيش للسماح باستيراد سلع تجارية وإنسانية حيوية. وأكد المنسق الإنساني أن استيراد الوقود لليمن في غاية الأهمية خلال الأسابيع القادمة، وإلا أغلقت المستشفيات وتوقفت الإجراءات الصحية. كان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل والشيخ أحمد قد نشد جميع أطراف النزاع احترام الهدنة التي بدأت الثلاثاء من أجل وصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين. أفادت الأمم المتحدة بأن القتال ما زال مستمرا في عدة مناطق باليمن منها عدن وتعز، وأن ذلك يعوق الوصول إلى المدنيين. وقد قتل 11 مسلحا من متمردي جماعة الحوثي في مواجهات بمدينة تعز جنوبي البلاد، وشهدت المدينة اشتباكات عنيفة على خلفية قيام الحوثيين بقصف الأحياء السكنية بالدبابات والمدفعية الثقيلة. وذكرت مصادر أن اللجان الشعبية تمكنت من طرد الحوثيين من حي الشماسي والأشبط وسط مدينة تعز، وأحرقت مدرعة تابعة لهم. إلى ذلك حيث ارتفعت حصيلة القتلى والجرحى برصاص المتمردين منذ بدء الهدنة الإنسانية في عدن إلى 7 قتلى و10 جرحى. من جانب آخر، أعلنت الرياض أنها ملتزمة بضبط نفس رغم الخروقات الحوثية للهدنة الإنسانية، وحذرت من نفادي صبرها. كما أيد وزير الخارجية السعودية عادل الجبير كل الجهود التي من شأنها منع إيران من امتلاك أسلحة نووية. نؤيد الجهود الأمريكية للتفاوض على إغلاق السبل أمام إيران لامتلاك أسلحة نووية، ولكن السعودية ستقيم الموقف برمته قبل أن تصدر قرارها النهائي حيال هذه القضية. احتجاز إيران للسفينة التي تحمل علم جزر مارشال يعد اختراقا للقانون الدولي، وعلى إيران عدم التمادي في استخدام هذا الأسلوب. يحيي اليوم الفلسطينيون في الداخل والخارج الذكرى 67 للنكبة التي تمثلت باحتلال الجزء الأكبر من فلسطين عام 1948 وتهجير غالبية أهلها وإقامة دولة إسرائيل على أنقاضها. وفي هذا اليوم 15 من مايو من كل عام تنطلق المسيرات في شوارع الضفة الغربية وقطاع غزة تعبيرا عن الحداد على المآسي التي كبدها الفلسطينيون إبان التهجير القسري لهم من قبل قوات الاحتلال. وبحسب إحصاءات فلسطينية، فقد شردت قوات الاحتلال عام النكبة أكثر من 800 ألف فلسطيني من أصل 1,400,000 ألف كانوا يقيمون في 1,300 قرية ومدينة فلسطينية.
من جانبه دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية الجديدة للعودة للمفاوضات مفاوضات السلام المتوقفة على أسس واضحة. وقال عباس في كلمة وجهها للشعب الفلسطيني إن العودة للمفاوضات لم تتم بدون وقف النشاطات الاستيطانية وإنهاء الاحتلال. مخططات وبرامج حكومات إسرائيل فشلت في إنهاء القضية الفلسطينية، فحسب رؤياهم لسنوات طويلة لا وجود للشعب الفلسطيني، لأن كبار السن يموتون والصغار ينسون، وأن إعادة توطين الفلسطينيين في دول أخرى هو الحل الوحيد. هذا الفشل لم يصل بعد إلى درجة تقتنع معها الحكومات الإسرائيلية بأنه لا سلام مع الاحتلال، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحقوقه، وأن ما جرى عام 48 لن يتكرر أبدا. ونحن بوعينا ووحدتنا أيتها الأخوات والإخوة سنتصدى للمؤامرات وللدسائس التي تحاك اليوم لتهميش قضيتنا الفلسطينية من خلال محاولات تمرير مشاريع مشبوهة مثل دولة في غزة أو دولة ذات حدود مؤقتة. أعادت إسرائيل طرح عطاءات لبناء 85 وحدة سكنية استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن الوحدات ستبنى في مستوطنة جفعات زئيف التي تقع جنوب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة. كانت العطاءات طرحت العام الماضي ولكنها لم تتلقى أي عروض من المقاولين، ولذلك تم طرحها مرة أخرى. حصلت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ثقة الكنيست بأغلبية ضئيلة للغاية بلغت 61 صوتا مقابل 59. بذلك تصبح هذه الحكومة هي الرابعة التي يرأسها زعيم الليكود وإحدى أكثر الحكومات يمينية في تاريخ الدولة العبرية. بفارق صوت واحد فقط تمكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الحصول على ثقة الكنيست على تشكيلة الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك بحصولها على تأييد 61 نائبا مقابل معارضة 59 من أعضاء الكنيست والمكون من 120 عضوا. الائتلاف الحكومي الهش الذي يضم 22 وزيرا جاء بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة أجراها نتنياهو عقب فوزه في الانتخابات العامة في مارس الماضي، وبعد أن قدم تنازلات كبيرة لشركائه في الحكومة الجديدة. وسيرأس حزب الليكود المحافظ الحكومة الائتلافية التي تضم حزب البيت اليهودي اليمني المتطرف وحزبي التوراة اليهودي المتحد وشاس المتشددين وحزب كلنا، وهي حركة وسطية يقودها مشرع سابق عن حزب الليكود. رئيس الوزراء الإسرائيلي وفي كلمته أمام الكنيست زعم أن الحكومة الجديدة ستعمل على حماية الأمن وتحقيق السلام، وهي التعهدات التي تركزت عليها حملة نتنياهو الانتخابية. اليوم أسسنا حكومة إسرائيلية ستحافظ على الأمن وتحيي السلام، وسنحاول إنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، كما سنعمل على تقريب الفجوات بين طبقات المجتمع الإسرائيلي. وبحسب محللين فإن نتنياهو سيواجه تحديات جمة للحيلولة دون انفراط عقد حكومته الهشة، كونها حكومة حد أدنى، وهو ما سيجعلها معرضة للسقوط أمام أي ضغوط سواء من الداخل أو من الخارج. وعن الخطوط الأساسية للحكومة الإسرائيلية الجديدة فإن حكومة نتنياهو تضم وزراء يؤكدون عزمهم توسيع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وذكرت صحيفة هارتس الإسرائيلية أن أجندة الحكومة الجديدة لن تتضمن التزاما إسرائيليا بحل الدولتين أو الاستعداد لإقامة دولة فلسطينية، وهي القضية الأساسية التي حالت دائما دون استمرار أي مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وبانوراما النيل مستمرة معكم، وفيها بعد قليل عمليات إنقاذ واسعة لأكثر من 2000 مهاجر غير شرعي، والاتحاد الأوروبي يحضر لعملية بحرية ضد التهريب في المتوسط.
الرئيس السيسي وقع على أول بطارية لسيارات مصنعة بالكامل من مكونات وأيدي مصرية. في ختام قمة كامب ديفيد، أوباما يؤكد التزام واشنطن بأمن دول مجلس التعاون الخليجي. الفلسطينيون يحيون اليوم ذكرى النكبة، وعباس يدعو إسرائيل لبدء مفاوضات على أسس واضحة. الآن نتابع معكم أخبار الاقتصاد. تفاصيل الأخبار مع شهاب شعلان. إليك شهاب. شكرا سحر وأيمن. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في وقفتنا الاقتصادية، وفيها بعد الفاصل: وزارة التموين تتفق على إنشاء 16 سلسلة تجارية حديثة لبيع السلع الغذائية في القاهرة والمحافظات بأسعار مخفضة. أعلن وزير التموين خالد حنفي الاتفاق مع شركة عربية على إقامة 16 سلسلة تجارية وأسواق حديثة في مصر لبيع جميع السلع بأسعار مميزة في عدد من المحافظات، منها القاهرة والإسكندرية والدقهلية وأسيوط. وأكد حنفي أن السلسلة التجارية تتضمن إقامة 6 أسواق حديثة بالقاهرة على أن يتم افتتاحها خلال هذا العام، وإقامة 10 أسواق في المحافظات وسيتم الانتهاء منها خلال 24 شهرا. وأشار الوزير إلى أنه تم بحث قيام الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 43 شركة بتوفير المنتجات الغذائية التي تحتاجها الشركة لتجارة التجزئة لطرحها في أسواقها وسلاسلها التجارية. أعلن رئيس مصلحة الضرائب عبد المنعم مطر أن مشروع قانون القيمة المضافة لن يصدر إلا بتوافق مجتمعي تام عليه، خاصة من قبل المؤسسات المرتبطة به. وأكد مطر على أن جميع المشكلات الناجمة عن تطبيق قانون ضريبة المبيعات الحالي ستتم معالجتها في قانون القيمة المضافة الجديد، خاصة ما يتعلق بتعميم الخصم الضريبي على السلع والخدمات. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أن الضرائب التي يتم تحصيلها خلال السنوات الأربع الماضية تم ضخها مرة أخرى في السوق في صورة رواتب للموظفين ومشروعات أخرى تستهدف تشغيل عجلة الإنتاج. قرر وزير الإسكان مصطفى مدبولي فتح فترة جديدة وأخيرة للمتخلفين عن سداد باقي مقدمات حجز وحدات مشروع دار مصر للإسكان المتوسط في جميع المدن. وقال مساعد الوزير للشؤون الفنية خالد عباس إن هناك نحو 680 حالة من الفائزين بوحدات في المشروع بنظام القرعة تقدموا بطلبات إلى الوزارة بفتح فترة سداد جديدة بعدما تخلفوا عن سداد باقي المقدمات. وأضاف عباس أنه سيتم استكمال السداد في جميع فروع بنك التعمير والإسكان من الأحد المقبل ولمدة أسبوعين. منيت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي بخسائر بلغت نحو 19 مليار و400 مليون جنيه، ليبلغ رأس مالها السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 482 مليار و200 مليون جنيه. وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة تراجع مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، بينما ارتفعت أحجام قيم التداولات لتصل إلى نحو 4 مليارات و600 مليون جنيه. أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي صلاح هلال أنه تم الاتفاق مع شركات إنتاج الأسمدة على آلية جديدة لتوفير جميع احتياجات المزارعين من الأسمدة خلال موسم الصيف. وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع شركات القطاع العام الثلاث على توريد 198 ألف طن سماد شهريا، ومع الشركات الاستثمارية الأربع على توريد 56% من كامل إنتاجها بالسعر المدعم. وأضاف هلال أن الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة البترول لانتظام ضخ الغاز بالكمية والضغط المناسب لتتمكن شركات الأسمدة من الوفاء بالتزاماتها.
أعلنت الحكومة البرازيلية أن الصين ستستثمر 50 مليار دولار في البرازيل خصوصا في قطاعات البنى التحتية لتعزيز القدرات التصديرية للعملاق الأمريكي الجنوبي. وقالت الخارجية البرازيلية إن من بين هذه المشروعات بناء ممر للسكك الحديدية والشحن البحري بهدف تمكين الصادرات البرازيلية من الوصول إلى الصين عن طريق المحيط الهادئ، مشيرة إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقات سيتم خلال زيارة رئيس الوزراء الصيني لي كاتشيانغ إلى البرازيل الاثنين المقبل. وارتفعت المبادلات التجارية بين الصين والبرازيل من 3 مليار و200 مليون دولار في 2001 إلى 83 مليار دولار في 2013 بحسب الخارجية البرازيلية. أظهر مسح أجراه مجلس الوزراء أن ثقة المستهلكين اليابانيين سجلت أول انخفاض في 5 أشهر، وتراجع مؤشر معنويات الأسر الذي يتضمن آراءهم بشأن الدخل والوظائف إلى 51.5 نقطة في إبريل من 41.7 نقطة في مارس. إلى هنا مشاهدينا الكرام انتهت وقفتنا الاقتصادية، ولكن البانوراما ما زالت مستمرة مع إيمان منصور وسحر صبري. شكرا شهاب. جدد رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي التأكيد أن دعم بلاده لسوريا ثابت ودائم. فقال بروجردي إن مسألة المفاوضات النووية التي تجريها بلاده مع القوى الغربية ينفصل بشكل كامل عن تسوية القضايا الأخرى في المنطقة، كما أكد أن الروابط الاستراتيجية بين طهران ودمشق لن تتأثر بأي تدخلات خارجية، وأن الدعم الذي يتحدث عنه هو دعم مالي وعسكري. أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجدد الاشتباكات بين قوات النظام والفصائل المقاتلة في محيط بلدة صعصع في الريف الغربي، وأوضح المرصد أن الاشتباكات تدور بين الطرفين في بلدة الطيبة مع قصف قوات النظام لعدد من مناطق البلدة. وفي الغوطة الشرقية استهدفت قوات النظام مناطق في البساتين المحيطة ببلدة الكسوة بالرشاشات الثقيلة، وقصفت مناطق في مدينة الزبداني. وتستمر الاشتباكات بين الفصائل المقاتلة من جهة وبين قوات النظام وميليشيات حزب الله من جهة أخرى في جرود القلمون الغربية بعد سيطرة الأخيرة على تلة موسى الاستراتيجية. في ليبيا دعم مجلس الأعيان كافة الأطراف في البلاد للقيام بدور إصلاحي مطالبا بتوسيع قاعدة الحوار لإنهاء الخلافات بينهما. ميدانيا أعدم تنظيم داعش لدى ليبيا عنصرين تابعين لكتيبة ثوار هراوة بعد خطفهما في كمين بمنطقة السخانة القديمة بحدود هراوة الشرقية. في غضون ذلك لقي 7 أطفال وشاب مصرعهم، وأصيب 8 آخرون مساء أمس الخميس جراء سقوط قذيفة هاون بالقرب من جزيرة سوق السيارات بحي السلام شرق بنغازي. سقط عدد من القتلى والجرحى في هجوم نشنه تنظيم داعش الإرهابي صباح اليوم على المجمع الحكومي وسط مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار العراقية ب3 سيارات مفخخة يقودها انتحاريون. في غضون ذلك أعلنت الشرطة الاتحادية العراقية قيام قوة تابعة لها بقتل 10 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي جنوب مصفات بيجي أكبر مصافي النفط بالعراق. على صعيد متصل أغار الطيران العراقي على مواقع لمسلح داعش شمال شرقي قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، مما أسفر عن مقتل 40 إرهابيا. كما قتلت القوات العراقية بالاشتراك مع قوات الحشد الشعبية 4 عناصر من داعش بتلال حمرين وحقول علاسة نفطية، بينهما قياديان بالتنظيم. قال النائب الأول للرئيس العراقي نوري المالكي إلى أن أحداث الأعظمية التي جرى فيها أمس مبنى هيئة الاستثمار بوقف المبنى تسعى لإشعال الفتنة الطائفية بين مكونات الشعب الذي قدم تضحية الجسام وتحدى كل المخططات. من جانبه سارع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى زيارة المجمع الفقهي العراقي بحي الأعظمية،
طالب العراقيين بالوحدة في مواجهة الإرهاب ومخططاته. في غضون ذلك كشف قائد عمليات بغداد الفريق ركن عبد الأمير الشمري عن اعتقال 15 شخصا من مروجي الشائعات التي أدت إلى هذه الأحداث، لافتا إلى أن المتهمين سيقدمون للعدالة بتهمة الإرهاب. وفي تسجيل صوتي لم يتم التأكد من مصدره، دعا زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي المسلمين للهجرة إلى ما يسميه أرض الخلافة، والتي يزعم أنه أقامها العام الماضي في سوريا والعراق. قال زعيم التنظيم الإرهابي إنه يستنفر كل مؤمن بفكرته إلى القتال في مكانه حيث كان، منتقدا العراقيين الذين نزحوا جراء المعارك في محافظة الأنبار غربي العراق إلى بغداد أو مناطق أخرى، داعيا إياهم إلى العودة. وردا على دعوة البغدادي أكد مرصد الفتاوى التكفيرية التابع لدار الإفتاء بمصر أن اقتحام البلدان والاستيلاء عليها وقتل أهلها ونهب أموالهم هو من قبيل الإفساد في الأرض، مشددا على أنه محرم شرعا ويستوجب أشد العقوبة. أعلنت مصادر رئاسية أن رئيس بروندي نكورونزيزا قد عاد إلى العاصمة بوجمبورا آتيا من تنزانيا بعد محاولة انقلاب عليه، ويستعد اليوم لإلقاء كلمة للشعب. هذا قد تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على 3 من كبار قادة الانقلاب من بينهم وزير الدفاع السابق، بينما لا يزال الجنرال نيومباري زعيم الانقلاب هاربا. كان نائب زعيم الانقلابيين في بروندي الجنرال سيريل ناديا كوبي قد أقر مساء أمس بفشل الانقلاب العسكري، مشيرا إلى أنه واجه إصرارا عسكريا شديدا على دعم نظام الحكم. تزامنا دعا نائب رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني في بوروندي اليوم لمواصلة الاحتجاج على حكم الرئيس نكرونزيزا، لكنه أكد أن جماعته لا شأن لها بمحاولة الانقلاب الفاشلة على حد وصفه. تبنى الاتحاد الأوروبي وثيقة تمهد لتنفيذ عملية بحرية لمكافحة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط اعتبارا من الأسبوع المقبل، أملا في الحصول على ضوء أخضر من الأمم المتحدة. ومن المتوقع أن تبدأ العملية في شهر يونيو المقبل عقب قمة قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، والتي يقرر خلالها وزراء الخارجية والدفاع تشكيل القوة ويطلبون من السلطات البحرية الأوروبية بدء الاستعدادات. ووعدت عدة دول بإرسال سفن حربية وأخرى بإرسال طائرات مراقبة ومروحيات، بينما من المقرر أن يكون مقر القوة البحرية في العاصمة الإيطالية روما. أعلنت الشرطة الإندونيسية عن وصول أكثر من 700 مهاجر من بورما وبنغلاديش إلى إندونيسيا بعد عملية إنقاذ قاربهم من الغرق لدى وصوله إلى المياه الإقليمية الإندونيسية. كما أعلنت إيطاليا إنقاذ حوالي 3600 مهاجر تكدسوا في قوارب قادمة من إفريقيا إلى أوروبا على مدى ساعات 48 الماضية. وقال خفر السواحل الإيطالي إن أكثر من 600 مهاجر نقلوا إلى ميناء كاتانيا في صقلية، وإن فرق إنقاذ انتشلت 2500 آخرين من قوارب متهالكة قبالة سواحل ليبيا. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه من المستحيل بناء منظومة أمن شامل غير قابل للتجزئة إلا بجهود مشتركة تبذلها كافة الدول. وأضاف لافروف في تصريحات صحفية أنه لا يمكننا أن نواجه التحديات الراهنة العديدة بفاعلية إلا بجهود مشتركة تتطلب الاعتراف الكامل بنتائج الحرب العالمية الثانية المسجلة في ميثاق الأمم المتحدة ووثائق دولية أخرى. وكشف لافروف على أن موسكو ستواصل التصدي بحزم محاولات تمجيد النازية والتمييز العنصري وإرهاب الأجانب والقومية العدوانية. أعلن متحدث باسم الشرطة النيبالية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الأخير الذي ضرب البلاد مؤخرا إلى 96 قتيلا. وذكر مصدر إعلامي أن الزلزال الذي وقع الثلاثاء الماضي بقوة 7.3 درجة ضرب المناطق الواقعة شرق كاتماندو وأدى إلى فرار الآلاف من السكان إلى الشوارع، علاوة على انهيار عدد من المباني التي كانت قد تصدعت خلال زلزال الشهر الماضي. كانت نيبال قد تعرضت في الشهر الماضي إلى زلزال شديد بقوة 7.8 درجة أسفر عن مصرع 8000 شخص.
بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة بذكرى مرور 175 عاما على ميلاد الموسيقار العالمي تشايكوفسكي. وبهذه المناسبة أهدى المركز الثقافي الروسي تمثال تشايكوفسكي إلى دار الأوبرا المصرية تخليدا لذكرى عبقري الموسيقى العالمية. أعمال تشايكوفسكي تعد خلاصة لما سماه فكرته الغنائية، وهي فكرة أن كل شيء يمكن تمييزه أو جعله حقيقيا خلال اللحن. وبمناسبة مرور 175 عاما على ذكرى ميلاده، نظم المركز الثقافي الروسي احتفالية أمام تمثال تشايكوفسكي الذي قام بإهدائه لدار الأوبرا المصرية. وسجل أنه لمصر والأوبرا المصرية دور مهم جدا وبارز في إحياء تراث الموسيقي لتشايكوفسكي، وبذلك تسجل مصر مكانتها العالية في عالم الثقافة والعالم الموسيقى. هذا التمثال من صنع الفنان الكبير وسام السروي، له مكانة خاصة أنه يكون موجود في ساحة دار الأوبرا بين العملاقين أم كلثوم وعبد الوهاب، وفي مكان بيعتبر قبلة الثقافة المصرية. تشايكوفسكي كان من أكثر الموسيقيين الكلاسيكيين شعبية في العالم، لما تتميز به موسيقاه من ألحان غنية وعاطفية وجذابة، مما يجعلها محببة لدى الإنسان العادي والمتخصص في الموسيقى. ألحانه كانت ألحان تقرب إلى الشرقية، لذلك احنا كمصريين بنحبها جدا لأن فيها الروح الشرقية. أيضا عنده سهولة في اللغة الموسيقية وعاطفة جياشة جدا فيها شجن. وصف تشايكوفسكي بأنه مؤلف الموسيقى التي يغلب عليها الحزن، كما كان له أيضا مؤلفات عدة للبالي منها بحيرة البجع وكسارة البندق والجمال النائم. تشايكوفسكي هو من أوائل الموسيقيين الروس الذين اشتهروا عالميا، فقد كان متمكنا من تنسيق الأوركسترا بمقدرة فذة بمزج أصوات الآلات الموسيقية المختلفة، واليوم قام بمزج العلاقات الروسية والمصرية في دار الأوبرا المصرية. بسمة الشاعر، النيل. وفي ختام هذه البانوراما الإخبارية إليكم تذكرة بأهم ما ورد فيها. الرئيس السيسي وقع على أول بطارية للسيارات مصنعة بالكامل من مكونات وأيد مصرية. في ختام قمة كامب ديفيد، أوباما يؤكد التزام واشنطن بأمن دول مجلس التعاون الخليجي. الفلسطينيون يحيون اليوم ذكرى النكبة، وعباس يدعو إسرائيل لبدء مفاوضات على أسس واضحة. انتهت النشرة، إلى اللقاء.